اخوان عندي بصف الاول زين ابو عباس اخوها، زين ابو عباس اخوها، وقاعدين بفرد رحله. وقمت على الاسماء اسال: انت شو اسمك؟ عين قالت: انت شو اسمك؟ قال: كحله. وزين ابو عباس احلى. صف الاول، صف الاول طلعوا ديكم، طلعوا ديكم بالله خلينا نشوف الاظافر يا اهل مقرفه زين. بالله شو عباس ديك؟ زينب شالت ايديها وقالت: احنا اثنين نبايل ايديها. الله بالله شو عباس ديك؟ زينب شالت ايديها وقالت: احنا اثنين نبايل ايديها. ومن كتب عباس درسه ربعه حيل تعجبوا، كتب ثوره بلا جفوف وهم كلهم صفقوا. باب دار زينب درس اخذناه بالقرار، بس رفع عباس يكتب شيء كثر زينب بكيه. قال: لا تكتب الباب، اخت زينب ما تحبها لا يدفعون عليه. وكان زينب عندها حاله بايدها تشيل الدفاتر وما تجيب وياها جنطه، واسالتها وجاوبتني وحيل كلش المتني: استاذ توجعني الصياط وجنطه ما اشيل علمتني. وكنت عصب ورواقف ورسمت منظر طبيعي ماي وبصفه شجر. وزينب اعترضت علي: لا يذوق جفوف اخوي، استاذ لا ترسم نهر، استاذ لا ترسم نهر. وكنت اصحح بالدفاتر والهم الواجب كتبته، وبيها اخذ عباس عشرة لان جاي وحافظه. وكنت اصحح بالدفاتر والهم الواجب كتبته، وبيها خد عباس عشرة لأن جاي وحافظ أخته. وكنت صحح بالدفاتر بس رفض عباس يكتب، قال: ما يقبلون هن، ما يقبلون هن، استاذ لا تكتب درسنا نعرف الله شكات منه، استاذ لا تكتب درسنا نعرف الله شكات منه. كان يطلع دوم أول، دوم أول، لكن بدرس الشجاعة كان يطلع دوم ثاني. وهالسبب انا عرفته كان يطلع دوم ثاني لان سابقته سمعته. الله كان يطلع دوم ثاني لان سابقته سمعته. وكنت عالطلاب افتر وشفت للطلاب يشرح على الجربه وعلى السهم، قال لهم مني نصيحه: الشايل بمطاره ماي لا يامن للقلم، الشايل بمطاره ماي لا يامن للقلم. الله 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 الله